السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. اليوم الوصفة تبعتنا للشعر وصفة كتير حلوة وكتير فعالة ومفيدة مقوية للجذور الشعر، كتير منيحة للفروة الرأس. هذه الوصفة كتير كتير منيحة لفروة الرأس، يعني تستعمل الفروة الرأس فقط. تقدرون يعني مثلا الزيت اللي ظل على ايدكم تمسحون فيه شعركم، بس هي خص نص الفروة الشعر لتقوية بصيلات الشعر، لتقوية الشعر الخفيف اللي ينبت من الجذور وما بيكمل طول. وصفة كاملة مكملة ان شاء الله تنفع الجميع. حبايبي انتو كتير خواتي يقولوا لي حتى الماسكات الوجه، احنا كل وصفاتك اوكي كويسة ومنيحة، وانتي كل الوصفات تحكين عليها منيحة، حرنا ياهو نستعمل. حبايبي استأذنوا لو كنتوا معي أول بول، طيب، وتعملوا معايا الزيوت والشغلات أول بول. إحنا ما نعمل الزيوت عشان نخليها بالبوفيه أو نخليها بالمطبخ أو بس نخزنها، إحنا نعمل شو نقول الزيوت عشان نستفاد منها. يعني أنا قبل فترة طلعت لكم اللي هي زيت الحلبة وزيت حبة السودة، أنا ما سبتها راكنة، من خلصت بعد اسبوعين، معلش رح يطول شوي الفيديو تبعتي عشان افهمكم، بعد ما خلصت بعد 10 ايام او اسبوعين استعملته مره هو مثلا مره لبان الذكر، مره هو مثلا مره كليل الجبل. انتو الزيت الموجود عندكم اللي مسوي لها بس خلص. انا شو سويت بعديها؟ سويت كليل الخردل، العفو زيت الخردل. هسه انا بحكي معاكم وخليته، يعني دائما استعمله، انا بسوي نسب كلش قليله، يعني بجد هذا مثلا استعمله لحد ما يخلص، طيب، وابلش اسوي زيت ثاني استعمله الشعري. هاي الزيوت كانه قاعده تشربين فيتامينات، طيب، تقوي البصيلات. انت لازم تحافظي على شعرك من الخارج، واكيد وفعلا وحتما لازم حبايبي تحافظوا على شعركم من الداخل، على صحة الجسم. اذا كانت صحة الجسم كويسة ابدا صدقوني ما بيكون اي تساقط من الشعر، بس بهيك حالة بدنا نعالج من الخارج اللي هو ننظف فروة الرأس، نطهر فروة الرأس. احتمال حبايبي فروة الرأس من الشامبوات مو نظيفة عندكم، فلازم بين فترة وفترة، وأنا قلت لكم بالخل أو بالسودة العفو، تنظفون فروة الشعر. السودة كتير كويسة إذا خلطتوها مع الشامبو وغسلتوا شعركم فيها كتير منيحة. الخل إذا غسلتوا فيه شعركم ينظف فروة الشعر ويقتل البكتيريا، كتير منيح لتنظيف فروة الرأس. اليوم الوصفة تبعتي كتير حلوة وكتير كويسة، وأنا قلت لكم حاطة زيت الخردل ورد أدخل أتحمم، بس بنفس الوقت شوفوا يعني انا حاطه زيت الخردل وراح احط هاي الوصفه، ما راح تاثر هذه، راح اخليها بس على الجذور. وشو بعمل؟ وامسح الجذور، يعني ادلك الجذور مال فروه الرأس. كتير منيحه، كتير كتير منيحه للرجال. هي عباره عن حبايبي اضطريت اطلع لكم الخميره اللي موجوده بعمان، انا عندي على فكره، وصراحه بكون كلش صادقه معاكم، انا بجيبها من المانيا، طيب، هون وأبيعها. الخميرة تجي فيها 400 حبة، طيب، وأبيعها أنا هون، بس هسه أنا هذا قاعدة استعملها، موجودة عندي بالدار تبعت عمان اللي بيعوها بعمان. المهم حبايبي الخميرة حبايبي بتكون فيها كتير من الفيتامينات، حبوب الخميرة، اقروا عليها على اي باكيت عندكم موجود فيه الحبوب الخميره، راح تلقوا فيها كثير من الفيتامينات ومن الزنك ومن الحديد والسي وكثير كثير، يعني اقروا انتم عليها. ما اريد اطول الفيديو شو اسمه، شوفوا هي على شو تحتوي، راح تلقون فيها كثير من الفيتامينات. ولا كيف راح نستعملها للشعر؟ تقدرون حبايبي بحاله ما عندكم، انا بفضل حبوب الخميره لانها جاهزه وفيها شلون نقول ضايفي لها اضافات كتير كتيره من الفيتامينات ومن الحديد ومن هاي، فهذه كلها تنجمع بهاي الكبس وبهاي الحبايه، طيب، وراح شلون نقول نحاول نستفاد من عندها للشعر. كتير منيحه ترى على فكره حبوب الخميره للشعر، يعني حتى لو شربتيها كشرب كتير منيحه للشعر.
هاي معلش وقعت على الارض للشعر كتير منيحة. راح تحتاجون حبايبي يعني حتى لو كثرتوا لا تخافوا مش اسمه، انا حطيت هون تقريبا 6 حبات وراح اخلي الحبة اللي وقعت قدامكم كمان معاها. طيب شو راح نعمل لها؟ انا شو عملت؟ طبعا انا قبل ما يبلش الفيديو شو سويت عشان اورجيكم، بس انزل الكاميرا عشان تشوفوا كل اشي واضح. طيب انا هون شو سويت، انتوا تقدرون تقوها بالهون باي اشي، اخذت حبوب الخميرة زي ما انتوا شايفين هيها ودقيتها هيك بكيس وسويت دقيتها هيك بحيث نعمتها كتير كويس، حتى لو ما نعمت هي راح نذوبها، تحاولون تذوبوها كتير كويس. طلعوا حبايبي هيك كتير كويس. يا ريت تستعملون حبوب الخميرة اللي تنباع بالصيدليات لانها بتكون فيها كتير فيتامينات زين، واللي ما عندها وحالتها ما بتستوجب تقدر تستعمل الخميرة اللي نستعملها للخبز. طيب الخميرة الفورية اللي نستعملها بالخبز تاخذين من عندها ملعقة وسط، ملعقة وسط من الخميرة، يعني بهاي الملعقة ملعقة وسط من الخميرة، تضيفين لها تقريبا ملعقتين ماء دافي. ليش؟ عشان نذوبها، ماء دافي عشان نذوبها، وتحاولون تذوبون الحبوب او الخميرة، بس انا بفضل الحبوب. ليش؟ لانها فيها فيتامينات كثيرة، وبنفس الوقت حتى الخميرة العادية، انا صراحة اكون كثير صادقة معاكم، الخميرة ما احب احطها ابدا على وجهي. مو ترى على فكرة اللي يقولكم تسوي دود وتسوي ما بعرف ايش، لا 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 لا، ما بتسوي ولا اشي من هذا اللي بينحكي. اريد وحدة حطتها الخميرة على وجهها وطلعت لها دودة، يعني انا نوبات حبايبي والله العظيم اضل صافنة، اقول احنا النسوان كنا شاطرات، كنا عندنا وعي، وعي يعني مو طبيعي. زين كيف تصدقون تحطوه على الوجه تطلع تطلع يعني دودة؟ لا ما في من هذا الحكي حبايبي، بس انا احسها توسع المسامات اللي بالوجه زين، توسع المسامات، عشان هيك انا صراحة ما احبها. في كتير ما بعرف نحطها على بشرتي توسع عندي المسامات، مع اني ابد ما حطتها، مرة واحدة بحياتي حطيتها زين، بس في كتير من الخواتي استعملوها كتير يستفادوا من عندها. شفتوا انا هاي الحبوب كيف صارت؟ تحاولوا حبايبي تذوبوها كتير كويس بحيث تصير شلون نقول هيك يعني مادة كريمية، مادة كريمية تصير. طلعوا بحالة شوفوا انا هون احتاجيت كمان قليل جدا كمان من المي، طلعوا يعني صارت عندي تقريبا ملعقتين ونص من ملاعق وسط. طيب هيك انا عشان الفيديو هي ملعقتين كافية من الوسط، وسط مو كبيرة. طيب دافي هيك حبايبي. راح تحتاجون الزيوت اللي احكي لكم تنحط وياها هذه وما بتتخربط عندكم، تقدرون تحطون زيت الخروع. زيت الخردل انا قلت لكم حاطته على شعري، معناتها بينفع معاه صح ولا لا؟ زيت الخردل، زيت الزيتون كتير كويس كمان. انا هون شو راح اخلي؟ حخلي ملعقه وسط من زيت الزيتون، هاي شايفينه حتى لو كثرنا زيت الزيتون ما راح ياثر، وراح اخلي ملعقة وسط، هذا اكيد شايفين وشايفين لونه كيف، انا بحاول اكسر لكم اياه عشان تشوفوا، هذا زيت احنا سويناه، شوف شلون لونه، من كليل الجبل، كليل الجبل. على فكرة كليل الجبل حتى الحالة تستعملوه شعركم البناتكم الصغار كتير كويس لو خلطتوه مع زيت الخروع للشعر، مطهر مطول كتير منيح للشعر. زيت كليل الجبل راح ناخذ كمان ملعقة وسط، على فكرة زيت كليل الجبل للبشرة منعش كتير حلو زين، زي زيت شجرة الشاي. طلعوا حبايبي وهذا كله هيك خلطناه مع بعض، وهذا شو راح نسوي له؟ ناخذه شوفوا قديش ندلك فيه فروة الرأس، فروة الرأس ندلك فيه كتير كويس، كتير منيح ندلك فيه فروة الرأس. هذا مع الاستعمال، يعني لو استعملتوه فترة نقول 3 أشهر 4 أشهر يعني ولو بالاسبوع مرة ولو كل 10 أيام مرة راح يعطيك طول كتير حلو. بالنسبة لعدة تساقط كتير قوي
كتير فعالة هذه الوصفة للتساقط، كتير قوي. تقدرون تستعملوها بالسبوع مرتين، بالسبوع مرة، بالسبوع ثلاث مرات، ما رح يأثر. طيب في كمان حبايبي هذا اشي رح نطيل للرجال، للرجال يعني واضح 100%، واتمنى كل من اللي يجربه على وجه زوجها، لان وجه الرجال غير عن وجه النساء، والوجه مال الرجال دائما يصير بيه صنفرة، صنفرة لانهم دائما يحلقوا، يعني وجههم دائما يحلقوا، يحطوا معجون معجون الحلاقة على وجههم، فوجههم دائما البشرة تبعتهم تكون نظيفة، مو مثلنا احنا النساء، لان يسنفروا وجههم يعني تقريبا بين يوم ويوم، لانهم ينظفوا وجههم بين يوم ويوم او كل يومين. هذه الوصفة على فكرة للرجال، انا يعني صراحة خص نص للرجال يقدروا يستعملوها لأي تجاعيد موجودة بوجههم، يعني عجبين في رياج يعني رياجين هيك شو اسمه، لو خليتوها، لو خلوها هم تلاحظون خلال 10-15 يوم هذه راح تكون فيها فرق، تفتح هذه اللي شو اسمه التجاعيد تحت العين، كمان راح تحسوا فرق. انا برجح هاي الوصفه للبشره، للرجال، للشعر وللبشره، كثير منيحه. بالنسبه للنساء يقدرون يستعملوها للشعر، اللي حابه تستعملها لبشرتها تقدر تستعملها. انا صراحه الحبوب الخميره، بالذات حبوب الخميره تقدرون تستعملوها، اما اللي الخميره اللي نستعملها للخبز لا، انا ما احبها الصراحه. هذه الوصفه تقدرون تستعملوها حتى لبشرتكم، للنساء اللي تحب الخميره زين، وهي كتير كويسه وكتير منيحه، بس انا صراحه دائما ارجحها للرجال اكثر من النساء. النساء اللي دائما تنظف بشرتها ودائما شو اسمها تقدر تستعملها، يعني نقول عندك هنا تجاعيد هيك، بس هيك طبطبة على مكان التجاعيد، مكان التجاعيد راح تشوفون فرق كتير حلو. بس بالحبوب انا ما احب الخميرة الفورية اللي نستعملها للخبز، تقدرون تستعملوها بس لشعركم. اللي تريد تستعملها لبشرتها تستعمل حبوب الخميرة اللي تنباع بالصيدليات. طيب طريقة الاستعمال هذه راح تاخذيها هيك وتدلكين فيها فروة الرأس بلطف، تظلي تدلكين فيها وتسكرين على شعرك وتسيبيها تقريبا نصف ساعة، ساعة مو أكثر، وبعد هذا الوقت تغسلين شعرك كالمعتاد، كما شلون انت متعودة. راح تشوفين بفترة كلش وجيزة فرق كتير حلو الشعرك، بالذات اللي عندهم تساقط كثير، اللي شعرها ما بيطول. وصفة كاملة مكملة للشعر. وهيك حبايبي انا كملت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى من لكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد حبايبي. وشوفوا حتى انا قاعدة احطه على ايدي، للايد كتير كويس يبعد التجاعيد اللي بالايد، كتير كويس اللي حابة تستعمله. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، ومع السلامة.